يمكن أهم نوافي في دائما في المعارض معارض الكتب هم المحتوى الحقيقي لهم الكتاب. صحيح. فدائما نحرص أن يكون لدينا عدد من الكتاب، نتعرف على مشاركاتهم، نتعرف على ماذا يقدمون، ما هو نوع اهتماماتهم، ما الذي اختلف في مشاركاتهم من خلال يعني دورات المعرض السنوية. فيسعدنا أن نرحب بالكاتبة والشاعرة ياسمين حناوي. أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا وسهلا فيك أخت مريم. أهلا وسهلا فيك أخ خالد. أنا سعيدة جدا لتواجدي معكم اليوم. نحن أسعد بلا شك. وطبعا في البداية نتحدث معك ونسألك عن آخر إصداراتك والتي تشاركين بها في هذا المعرض. حقيقة أنا مشاركة في هذه الدورة من معرض الرياض الدولي للكتاب بالرواية الثانية لي، تحديدا هي الكتاب الرابع والرواية الثانية، تحمل عنوان بكرة شينهار أغنية مؤجلة. طبعا هذه الرواية عنوانها في شقين، شق عامي وشق فصيح، وهذا تكنيك اعتبروه جزء من النقاد اللي قرأوا الرواية بأنه هو تكنيك إلى حد ما مقبول وجيد، على اعتبار أنه الشق العامي فيه هو شق موجود أساسا كاسم أغنية، والشق الفصيح بيعبر عن السرد الروائي الخاص بأبطال هذا العمل. جميل. هذه المشاركة لك في المعرض، تحدثنا قبل بداية الحلقة وانطلاقها، ما هل هذا المشاركة الأولى؟ لكن تفاجأت إنه أنت ما شاء الله كونك أيضا مقيمة في أرض المملكة، بل ومولودة على أرضها، فهذا شيء يبعث للاهتمام إنه أنت من أولى انطلاقة للمعرض كنت من ما شاء الله ولا نسخة من إقامة المعرض فوتيها. كلمين عن هالتجربة. صحيح صحيح. حقيقة هي تجربة جدا مميزة. قبل ما أدخل غمار الكتابة الأدبية كنت أزور معرض الرياض الدولي للكتاب على اعتباري مجرد زائرة ومهتمة بالثقافة والأدب، بس مع أطلاق أول ديوان شعري في عام 2013، منذ عام 2013 ولحد الآن والحمد لله أنا أشارك بتوقيع الكتب الخاصة بي عام تلو آخر. طبعا عدا العام اللي كان في كورونا كان في توقف عالمي، فمن سوء حظي يعني أنه أنا ما كنت موجودة بهذاك الوقت. كيف شفتي المشاركات على مر يعني إيش كيف اختلف عليك المعرض من البداية بما أنك عاصرتيها طول هالسنوات؟ تمام. هلأ كتعليق جدا مميز على موضوع معرض الرياض الدولي للكتاب، أنا جدا سعيدة ولازم أني أعبر عن سعادتي بعودة المعرض للحضن الأساسي الخاص فيه وهو جامعة الملك سعود. طبعا هي نقدر نعتبر أنه نحن جينا لمكان مرتبط بصميم العلم، بصميم الثقافة، فالتطور اللي صار هو تطور جدا مذهل على صعيد المشاركات، على صعيد الفعاليات الثقافية، المحاضرات التفاعلية، على صعيد ورش العمل، عدد دور النشر المشاركة، منصة التواقيع، كل التفاصيل والأنشطة المرتبطة بمعرض الكتاب تطورت عام تلو آخر بشكل جدا ملفت للانتباه، للدرجة اللي صار فيها المعرض حقيقة مو مجرد شعار وجهة ملهمة، وإنما فعلا مصدر أساسي للإلهام لكل الناس اللي عم يجوا من داخل المملكة ومن خارجها. جميل. حدثينا عن بقية إصداراتك الأربعة. تمام. الديوان الأول حمل عنوان رائحة الياسمين، هو ديوان يعني أستطيع القول بأنه فيه نفس طفولي مرتبط ببداياتي الأدبية بالخواطر الشعرية، بينتمي لمدرسة الشعر الحر وهي المدرسة التي لا ترتبط بوزن أو بقافية. هذا الديوان تم إصداره في عام 2013، ومن ثم كان في ديوان ثاني وهو ديوان فلامينغو. ديوان فلامينغو صدر في عام 2015. أستطيع وصف هذا الديوان بأنه هو ديوان العيد، يتألف من 29 قصيدة، كل قصيدة فيه تعبر عن عيد معين من أعياد السنة. ومن ثم الرواية الأولى كانت هي رواية
أغاباني، صدرت أيضا في عام 2017، وهي رواية اجتماعية تتحدث عن الأجواء الموسيقية المحفزة لأبطال العمل على خلق ثقافة التسامح والمحبة. جميل. ختاما كذا أنا بس لازم أسأل هالسؤال، أكيد كونك يعني مقيمة هنا مولودة هنا في السعودية، وأيضا تحديدا نقول في الرياض، وبدأت كتابتك وبدأت ككاتبة هنا، كيف كان تأثير المجتمع السعودي عليك والثقافة السعودية بشكل عام؟ تمام، بقدر أني أنا ألخص تأثير الثقافة السعودية علي بأربع نقاط أساسية. النقطة الأولى اللي هي اللهجة السعودية. اللهجة السعودية تتسم بأنه عدد كبير جدا من المصطلحات المحلية الموجودة هي مصطلحات بالأساس فصيحة، وكان هذا الشيء جدا ملفت مقارنة بباقي الدول. بالإضافة النقطة الثانية هي نقطة مرتبطة بتعليم اللغة العربية في المدارس السعودية. حقيقة المدرسين والمدرسات بيهتموا بشكل جدا كبير بتعليم اللغة العربية الفصحى للتلاميذ والطلاب، فهذا الشيء كان عامل لأني أنا أهتم أكثر بموضوع التعبير والكتابة. النقطة الرابعة اللي هي نقطة الأمكنة. نقطة الأمكنة، أنت لما بتعيشي بمكان فهذا المكان بطبيعة الحال بيأثر عليك، بتستخدميه كصورة بصرية. جميل. بأعمالك. نعم فضل. جميل، الحديث يطول أستاذة ياسمين، نحن نشكرك على هذه الدقائق. أستاذة ياسمين حناوي شاعرة وكاتبة وأديبة، شكرا لك على مشاركتك معنا. نريد الآن